البيضاوي ضد الهلال الليبي برسم اقصائيات كاس كؤوس افريقيا هناك ببنغازي. اذن اولى الترتيبات قبل انطلاق المباراه اللي انطلقت بضغط قوي للمنتخب الوطني من الجهتين، وان كان الضغط كان ممارس بشكل اكبر من الجهه اليمنى بواسطه اللاعب وليد الربراكي اللي كان مد هذه أول فرصة هنا بواسطة اللاعب القاسمي، لكن الحارس سيساي استطاع أنه يخرج الكرة للركنية. إنما الضغط ديال المنتخب الوطني لم يهدأ، هذه أيضا من الفرص التي أتيحت للمنتخب الوطني من الجهة اليسرى محمد قالون هنا، لكن بدون مشاكل للحارس عبد الإله باقي. اللاعب وليد الركراكي اللي مد كما قلت الخط الامامي بكرات كانت تشكل خطوره على مرمى الحارس سيساي. من الفرص النادره التي اتيحت للفريق سيراليوني خلال الجوله الاولى، وتدخل الحارس باقي على مرحلتين. اللاعب جواد زيري اللي يمكن نقول انه مكسب مؤكد بنسبه كبيره للمنتخب الوطني. وليد الركراكي وهنا يمرر. وليد الركراكي اللي اختفى في المباراه مكان اللاعب اله صابر. والهدف الهدف اللي جاء في الدقيقه 26 بواسطه اللاعب شيبو اللي كيتالق مره اخرى. اذا ثاني هدف للاعب شيبو بعد الهدف اللي كان سجله في اللقاء ضد الغابون اللي انتصر في المنتخب الوطني بهدف للصفر. نشاهد مرة أخرى الإعادة للهدف اللي سجل اللاعب شيبو، اللي يمكن نقول أنه رغم النقص اللي ظهر عليه شيئا ما فهو كيبقى من العناصر الأساسية إلى جانب اللاعب نيبت لتأمين هذا